جمهورنا مش عايزين نكون قاسيين على اللعيبه، واحنا اتكلمنا الكلام ده قبل كده انا وانتو، بلاش نكون قاسيين على اللعيبه. اللعيبه زينا بالظبط، اللعيب عنده فيسبوك وعنده واتساب وعنده تويتر وعنده كل حاجه، بيدخل بيشوف كل وسائل السوشيال ميديا عند اللعيبه، بيدخلوا يشوفوا، فلما يلاقوا جماهيرهم هم بيتكلموا عليهم وحش او بيقطعوا فيهم او الاداء او الموضوع بيبقى صعب جدا يا جماعه. لو جبنا قبل كده قلت لكم برده نفس الكلام، لو كريستيانو وميسي بيلعبوا وجماهيرهم بيقطعوا فيهم او بيتكلموا عليهم بطريقه وحشه، طبعا مش الجماهير كلها، الجماهير كلها طبعا انا عارف، وحتى الجماهير اللي زعلانه برده اهلاويه متعصبه وعشقنا الجماهير اساسا، وعارف اللعيبه عندكم ايه، لكن مش عايزين نبقى يعني اكثر حده. الكلام انتوا عارفين، مش عايز اقول اسماء لكن عادي يعني، الكلام ان صبري مقصر، صبري مش عارف ايه، علي لطفي، احمد ياسر ريان، مؤمن، اللعيبه دي ياما كسبتنا، مؤمن زكريا ياما كسبنا، مش معنى ان هو الفتره دي بيفكر او الدنيا شغلاه او هو بعيد شويه عايز يلعب. لما تيجي تتكلم مع اللعيب نفسه هتحس ان اللعيب من جواه بيموت عشان يطلع احسن حاجه عنده، لكن طبعا صعب ان احنا نوصل كلنا نتكلم مع اللعيبه والكلام ده كله، لكن انا بنقل لكم احساس اللعيبه. انا اتكلمت معاهم قبل كده ونفسه يعمل ويعمل ويعمل ويمضي، ومؤمن طبعا مدد عقده اكيد حضراتكم كلكم عارفين، لكن مؤمن ياما فرحنا وفرحنا في مناسبات صعبه جدا ويعني بطولات الزمالك كان دايما بيسجل فيها اهداف، يعني ياما فرحنا مؤمن زكريا. علي لطفي حارس واعد، علي لطفي لما جبناه كانت في انديه كتير عايزاه، علي لطفي القعده صعبه قوي للجون، علي لطفي بيغيب عنه خط دفاع كامل مع احترامي طبعا اللي كانوا موجودين، لكن انا بتكلم على الثقه اللي ممكن تاخدها لما يكون قدامك كوليبالي، لما يكون قدامك رامي ربيعه، لما يكون قدامك سعد سمير، لما يكون قدامك محمد نجيب، بتاخد ثقه، لما يكون قدامك احمد فتحي ايا كان باك ليفت مين، يعني بتاخد ثقه، حسام عاشور شايفه ازاره برده بتاخد انت ثقه كلاعب، لكن علي لطفي حارس مميز جدا، حارس جيد جدا، ومفيش حد بيجي الاهلي غير لما يستاهل ان هو يكون متواجد بين جدران القلعه الحمراء. فعشان كده بقول لكم خلينا ما نقطعش قوي، ما نتكلمش قوي، ما نبقاش قاسيين على اللعيبه قوي، عشان احنا لازم نكون في ظهرهم قوي، نسندهم قوي، لان دي الفتره اللي لازم نسند اللعيبه فيها. انا مش عايزك تسندني وانا بكسب، مش عايزك تسندني وانا فرحان وانا مبسوط، انا عايزك تسندني وانا عايزك جنبي. دي رساله مهمه جدا كنت حابب اتكلم معاكم فيها. نفس الكلام لاحمد ياسر ريان، مشروع مهاجم كبير جدا، مشروع لعيب كبير جدا، لسه يا جماعه لسه مع الماتشات مفيش استمراريه في اللعب، يعني شويه بيلعب شويه كتيره بقعد. نفس الكلام على لطفي، نفس الكلام صابر رحيل، صابر رحيل اي حد في مكان صابر رحيل كميه النقد، وانا ساعات بقول له يعني لا صبري مش انت، لكن هو اي حد، بس لازم نلتمس له حاجه مهمه جدا يا جماعه، ان صبر رحيل لعيب مؤدب محترم، عمره ما عمل مشكله، عمره ما اثار اي مشكله، حتى هو بيلعب حتى هو كان كويس. فلازم برضو نقول ان صبر رحيل لعيب مميز جدا في اخلاقه، في سلوكياته، في عدم افتعاله للمشاكل، لعيب مميز جدا كمان في الملعب، لكن الظروف كلها ضده. فعايزين ان احنا نقف في ظهر اللعيبه في الفتره دي تحديدا، مش عايزين اي كلام يا جماعه. لما بدخل بقرا كلام كلام اهلاوي انا بزعل جدا. ما ينفعش بصراحه، ما تزعلوش مني، ما ينفعش. عايزين احنا دايما بنقول على الحلوه والمر، واحنا اللعيبه في مره لازم نقف معاهم اكتر ما بنقف معاهم في الحلوه. كان عندنا ميدو جابر قبل كده، ميدو جابر وحش وميدو جابر مش عارف ايه وميدو جابر، فاكرين السنه اللي فاتت، السنه دي بيقول فين ميدو جابر، ميدو جابر غايب ازاي وصاب لازم يلعب. هي دي بتلف، الموضوع بيلف، طول ما انت في ظهر اللعيب هيرجع بسرعه جدا، هنفضل نقطم ونكسر، الموضوع هيبقى صعب. لازم طبعا نشيد كمان بدور شريف اكرامي القيادي في الملعب، مش لازم يكون بيلعب، حتى هو قاعد على الدكه الراجل متفاعل جدا، راجل بينزل الملعب بيكلم اللعيبه، وده دور شريف اكرامي ودور كل المحبين والكباتن الكبار للنادي الاهلي، كله ايد واحده. احنا كمان كجمهور لازم نكون ايد واحده في دعم كل اللعيبه اللي محتاجه دعم، حتى لو خدوا الكره وحطوها في جون. شوفوا لغايه فين، حتى يعني الكوره بتاعت صبر رحيل امبارح اللي تسبب في الجون الثاني، اعتقد لو لعيب ناشئ مش هيعمل نفس اللي عمله صبر رحيل، لكن صبر رحيل في حاله انا قاعد انا ماشي انا عليا ضغط انا خايف افتح الفيسبوك، صبر رحيل بيقول لي انا بخاف افتح الفيسبوك، انا بخاف افتح الانستجرام. فيعني خليكم عندنا رأفه باللعيبه، واعرفوا ان اللعيبه لحم ودم زينا، بيتاثروا زينا، في لعيب بيستحمل وفي لعيب ما بيقدرش، لكن صبر رحيل لعيب مؤدب جدا، مميز جدا في اخلاقه،
لازم كلنا نقف جنبه، زي ما لازم نقف جنب مؤمن لياما فرحنا، زي ما نقف جنب علي لطفي، زي ما نقف جنب احمد ياسر ريان، نقف ورا كل اللعيبه ودايما نشجعهم ونسقف لهم لغايه لما يطلعوا من باب النادي الاهلي.